اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا. كم تحفظ من الروايات؟ كم تعلم من الروايات؟ هذا العلم باق لك، هذه واجدية حقيقية للنفس. كم تعرف من المعارف الإلهية؟ هذه الواجدية واجدية ثابتة تبقى لك إلى النهاية. كم نملك من الكمالات والفضائل المعنوية؟ هذه تبقى لنا، هذه الكمالات المعنوية والعلمية هي التي تصنع مقام الإنسان في الآخرة. وما منا إلا له مقام معلوم. من اللي يصنع هذا المقام؟ الذي يصنع هذا المقام الكمالات العلمية والعملية. ليش أهل الجنة يخلدون في الجنة؟ لأن هذه النفس التي صنعوها، شلون صنعوها؟ الذكر يصنع النفس. يعني عندما تقول لا إله إلا الله، هذا لا إله إلا الله دا يصنع هذه النفس. عندما تعطي للفقير درهما، هذا الإعطاء مو فقط دا يلبي حاجة محتاج، دا يصنع نفسك. هذا هو الأثر الآخر غير المرئي. يعني كل عطاء هذا دا يصنع النفس. هذه الأشياء التي تصنع النفس تصنع المقام المعلوم. هذا المقام يناسبه الجنة، ولذلك يخلد أهل الجنة في الجنة، لأن هذا مكانهم. ولماذا يخلد أهل النار في النار؟ من اللي صنع هذه الطبيعة السجينية؟ من اللي صنع هذه الطبيعة؟ هم صنعوا. كل كذبة، كل غيبة، كل تهمة، كل ترك فريضة، هذا دا يصنع النفس، دا يصنع نفس سجينية ملوثة. النفس السجينية وين مكانها؟ مكانها سجين. إذا واحد جاهل، واحد درس في الجامعة، جد، اجتهد، صنع ذاته، كون ذاته، وين تخلوه؟ تخلوه طبيب، هذا مكانه، هذا موقعه. تخلوه مهندس، تخلوه مدير لمعمل. أما إذا واحد ذاته كانت ذات جهل، وين تخلوه؟ تخلوه مدير للجامعة؟ مو ممكن، هذا مو مناسب لهذا المقام. هذه النفس لا تنسجم مع هذا المقام، ولذلك يجب أن يعمل عملا متواضعا إلى آخر عمره. هذه الكمالات المعنوية، الكمالات العلمية والكمالات العملية هي التي تصنع مقام الإنسان.